مرحبا، يعطيكم العافية. أنا عند معروف كافيه داخل فندق بابل، في هالمكان اللي تشوفونه هذا. معروف كافيه هي وكالة أردنية وتعتبر من التوب، لها 40 فرع داخل الأردن، وصار لها أول فرع في العراق في بغداد في هالمكان هذا، وبعد راح يكون لهم أفرع أخرى في مناطق متفرقة أيضا. أبي أجرب معاكم الأشياء اللي عندهم. شوف، معروفين بالقهوة، مشهورين في الأردن، فرصة أن نجرب في العراق. يا سلام، لذيذة. الحلو عندك إطلالة الكافيه وين؟ على نهر دجلة. تشوفون كيف؟ يا سلام. المشاريب اللي عندهم يا جماعة لذيذة جدا، وأحلى شيء إن المكان بارد عندهم. ونجرب عندهم أشياء ثانية مثل ثاندر تشيل. شوف هذا الشوت مال القهوة، خليه فوق. بلو كراساو آيس تي، بعد فيه شوت مال الحليب يصير فوقه. يا سلام، أشياء في المكان عجيبة غريبة. يا سلام، أنا حبيت هالمكان يا جماعة، مكان جدا جميل. بسم الله. أي حد ودي يجي هالمكان أموركم طيبة، خلي سيارتك في البارك، صعد من هالدرج أول ما صعد، حياكم الله في المكان الجميل.